وهذا ما فتح للميليشيات الحوثية في استغلال الطيران، برغم أن الحكومة كانت حريصة جدا هي وأيضا التحالف والمجتمع الدولي على أن يتم فتح الطيران أمام التجار ورجال الأعمال وكذلك أمام الجرحى والحالات المرضية الحرجة الذي يتم نقلهم إلى خارج البلاد للاستفادة منه، بينما استفادت الميليشيات الحوثية بنقل جرحاها وقناصيها وكذلك خبراءها الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين. طيب برأيك يعني يعني هذه أيضا النقطة هناك الأولى. النقطة الثانية أنها استغلت شركات الطيران كما تفضلت أنت، واستغلت أيضا رفع زيادة الرسوم والنفقات على المسافرين، وهذا ما زاد من تعقيد المسألة أكثر، مع أن القانون الدولي الإنساني وكذلك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الطيران أثناء حالة الحرب الذي تعتبر اليمن طرفا في هذه الاتفاقيات والقوانين حرم استغلال مثل هذه الأشياء.